جبت لها مستر تشارلي علشان ألعب أنا وياها إكس أو. أوكي رسمت المربعات وحطينا الغذاء الخاص فيها علشان هي تختار المربع اللي بدها إياه، فاختارت أوكي رح أحط لها إكس وأنا رح أختار أو. يا جماعة لو تشارلي فازت علي رح أجيب لها بيت جديد، هيك اتفقت أنا وياها. اختارت إكس وأنا اخترت أو. شكلها لحد الآن مو فاهم اللعبة، بس أنا رح أفهمها، أتوقع أنا اللي رح أفوز عليها. اختارت إكس، أنا رح أختار أو. يا جماعة أنا اللي فزت، حابين نلعب أنا وياها كمان مرة؟